كيستقبلناش ما معبرناش، كيجي عندو اللوبية الصناصيرة كيستقبلهم ويحل معاهم المشاكل. حنايا كابو عاقي عاقي المعدنيات ما كيتحش معنا الطماطم، هاد البوند ما كيتطبقش. السبب ديال اختي ديال هذه الوقفه هو هاد الناس هادو ما بغاوش ينصفونا. دابا كاين عندنا الناس اللي تحكمت لهم لصالحهم باش خصهم ينفذوا. المحكمه حكمت، هنا المشكل في التنفيذ. هاد الناس كيطماطلوا كيف علاش واش امر تتحكم المحكمه باسم صاحب الجلاله؟ يعني راه ما كاينش شي مكان اكثر من صاحب الجلاله كتحكم، تيقول لك باسم صاحب الجلاله نحكم بما يلي، ياك؟ وهاد الناس هادو ما تينفذوش باسم صاحب الجلاله. حكمت لي المحكمه، عطيني حقي، سالت الكونترا، انا التزمت بالعقد النموذجي ديالي، سالت الكونترا، صافي عطيني الكونترا. مكتري تيكري دار تسالي المده ديالو تيخرج، صافي. وين هادو؟ راه نفس الحديث، نفس الحديث. تمشي لعند هادو. شنو المشكل اللي عندك بالضبط اللي حكمت في المحكمه؟ انا باقي لهاد الساعه ما وصلتش، انا باقي لهاد الساعه ما درتش المحامي. انا دابا انا سالت لي الكونترا، انا اللي عندي معاه الكونترا تحول من دارو، تحول من دارو، انا ما عرفتوش فين كاين دابا. علاش؟ مشيت صيفط ليه عون قضائي، صيفط ليه بالبريد المضمون ما جبرتوش. الفلوس هو كيخلصني في الكونت، ويني باش نشوفه هو ونعرفوا فين كاين ما لقيتوش. واحد اخر مسكين ما قاريش، انا مازال عارف شويه، واحد اخر ما عارفش اش يدير. مشينا لعند المدام محزون هنا، قالت لك سيدي اضعف الحوايج اللي غدير، سيروا دعي سيروا للمحكمه. وانت شنو المقام ديالك انا سيداتي؟ إلا ما تنصفيني أنت اللي مسؤولة على هذا القطاع، هذا أنت مسؤولة على هذا القطاع، نصفينا أنت باش حنا رسالتنا توصل. إلا ما نصفتيناش أنت وأنت اللي مسؤولة على هذا القطاع، لمن غادي غنمشيو حنا لمن؟ وشكرا جزيلا لكم واسمحوا لي. لا لما تبغيو توجهوا الرسالة ديالك لسعادة الوالي، سعادة العامل، سعادة الكاتب العام، والسيدة أم حزون. حيت هي طالب درتو شكايه؟ ما خلينا ما درنا، راه كاين شكايه في ولايه الامن، كاين شكايه في عند العامل ديال اونفا، كاين شكايه هنا في العماله، كاين شكايه في المحكمه، كاين كلشي وراقينا محطوطين في جميع الادارات. ويني شكون اختي اللي غادي ينفذ ليك؟ شكون اختي اللي غادي يوقف معاك مع الفئه المستضعفه؟ هما اش تيقولوا؟ تيقول هذا ماشي مسألة معاق، أنا معاق حسن منه، دماغي حسن منه، كاين معاقين اللي دكاترة، كاين معاقين اللي معروفين واصلين بالقراية ديالهم. قضائية خاصة. هذه حالة استثنائية، أنا ما كنتفرق، ماشي كنوجه الكلام، أنا ما كنتفرق معك بوالو غير بهنا. تقدري أنت تكوني حسن مني هنا، ونقدر نكون أنا أحسن منك بهنا، أما هادو كنتساواو. هذه من عند الله مرحبا بها، وكاين اللي كتجيك سيدة مرحبا بك، كاين اللي كيكون صحيح حتى تيطيح. هذا هو حال الدنيا، حتى واحد ما كيخرج سالم منا. هذا الشيء، هذا هو حالنا حنا. ما كنطالبوش بشي حاجه، كنطالبوا بحقوقنا، ابسط حقوقنا، يوفروهم لينا، يعطيوهم لينا، حنا ما كنطالبوش بشي حاجه، كنطالبوا يعطيونا حقوقنا. هذا الشيء اللي كنطالبوا اختي، وشكرا جزيلا. السلام عليكم. عليكم السلام. المعاناة ديالنا اختي راه شتينا شهر على شهر، نهار على نهار، عام على عام، نفس الطريقة. كنجيو نطلبوا المطالب ديالنا ما كيعقلوش علينا. ما شايفين الناس، ما عارفين الناس، ديما كيقولوا لنا واخا دابا نقدموا لكم، دابا نصيبوا لكم، نوجدوا لكم، نعطيكم الحقوق ديالكم، ما كاين والو. مع النقابات خدامين، مع الصناصير خدامين، مع اللوبيات خدامين، الا حنا مال الادونيه الطرف الاول منسيين. علاش؟ ما نعرف. حنا كنجيو من دون، ماشي انا راه ماشي ولدي، انا ولد سلا، كنجي معدبو حاليا مريض وجاي مريض، والله الا مريض. علاش؟ كنطلب حقي مع الناس ديالنا التنسيقيه الوطنيه. كنشوف الدموع في عيني. هذا حقي، ماشي غير نبكي، راه خصني نموت عليه. علاش؟ عندي الوليدات خصني نوكلهم، انا ما مخلي سارية للدراري باش ياكلوا. باش السيد خدام على راسه كيصور 3000 درهم ولا ما عرف 4000 درهم، وانا كيعطيني جوج دريات، اش غادير لي جوج دريات انا والدراري؟ اش غادير لي؟ واش تسكنني؟ واش تشرب لي الدواء؟ واش تعيشني؟ واش غنشري ادوات الدراري المدرسيه؟ والدري عنده بيرمي، خصني ترجع لي الادونيه ديالي نعطيه يخدم عليا. علاش هبه ملكيه كتسمى الادونيه ديالي ماشي ديال الشيفور؟ والشيفور ما كيعقلش عليا. عطيه سيدنا في الالعاب، جريت عليها في 92 وجا واحد اخر هو مستقل دابا، ما كيعقلش عليا. قال لي جريت ورك هو هذا اللي عطاها لك. واش هذه الحاله عقل ليها؟ درنا شكايه، دخلنا المحاكم، ما خلينا ما درنا، لا علاقه. هما كيستغلوا الفرص ديال الضعيف.
الضعيف هو اللي مهمش. اما هما عندهم طرق باش عايشين، ما نقول لك حتى حاجه، هما عايشين وكيستصرفوا وكل شيء، وحنا ما عرفناش، كنطلبوا غير الله يفوض امرنا، والله اللي غلبنا عليهم.